مشاهدي قناة شوف تي في، تحية عطرة نبعثها إليكم من مدينة الجديدة عاصمة بوتسوانا في هذا الجو الجميل، جو صباح اليوم الثلاثاء، والكل كيعيش على نشوة الفوز والتأهل للمقابلة النهائية بالنسبة للمنتخب الوطني المغربي النسوي للسيدات. فبرافو المغاربة، رقم قياسي جديد يحطمه الجمهور المغربي في ماتش نصف نهائي الكان بين لبؤات الأطلس ضد نيجيريا بالمركب الأمير مولاي عبد الله بالرباط. فجمهور قياسي، جمهور غفير، دفع اللاعبات ديال المنتخب الوطني المغربي، حمسهم، حفزهم إلى تحقيق نتيجة إيجابية، نتيجة من مستوى عال. المنتخب الوطني المغربي يعني لأول مرة كيظهر بهذا الصورة القوية وكيمشي بعيد في هذا الكان بفضل يعني كما قلنا الرقم القياسي اللي حطمه الجمهور المغربي بمتابعته المقابلات ديال المنتخب الوطني المغربي والحماس اللي كيزرع في نفوس اللاعبات، بالإضافة إلى المجهود الكبير اللي كيقوموا به اللاعبات والأطقم ديالهم يعني الأطقم التقنية الطبية الإدارية، وما نسوش اللاعب رقم 12 اللي هو الجمهور اللي حطم أرقام قياسية، أرقام خيالية، فنالت إعجاب جل المتتبعين بما فيهم رئيس الاتحاد الإفريقي اللي عبر عن السعادة دياله، وإفريقيا تدخل التاريخ، ماشي غير المغرب، إفريقيا كتدخل التاريخ لأنه توصل بمكالمات عديدة من أعضاء الاتحاد الدولي، من الأصدقاء ديالو بأوروبا وبدول العالم، كيهنئوه على المجهود وعلى التنظيم الرائع، التنظيم الجيد، التنظيم اللي كان في مستوى عال ديال المملكة المغربية، وعلى البنية التحتية اللي كتوفر عليهم إفريقيا في شخص المملكة المغربية، المملكة المغربية اللي بينات أنها جديرة بتنظيم التظاهرات القارية الكبرى، التظاهرات اللي في المستوى الكبير. فكما تبعنا وكما شاهدنا فالأجواء كانت رائعة جدا، أجواء جميلة، أجواء مستوى كبير جدا، وهذا هو الشيء اللي خلى الكل يشيد بالمملكة المغربية على حسن التنظيم، على البنيات الرائعة، البنيات الجيدة، على الجمهور الغفير اللي حطم أرقام قياسية. لم يسبق لكأس إفريقيا أمم إفريقيا للسيدات أن شهد جمهور بهذا الحجم اللي حضر بالملاعب المغربية، فتحية عالية للجمهور المغربي، الجمهور اللي أصبح يعني معادلة صعبة في كرة القدم المغربية على المنافسين الأفارقة، وشنا يعني كيفاش الجمهور الغفير اللي حضر واللي حج بكثافة، كيفاش ساند، كيفاش دفع اللاعبات المغربيات إلى تحقيق نتائج كبيرة، نتائج من مستوى كبير، من مستوى جديد، من مستوى عالي. فتحية عطرة نبعثها إلى الجماهير المغربية، ألف 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 تحية إلى الجمهور المغربي. سعاد سوسو سلام، نحييك الأخت سعاد، تحية عطرة نبعثها إليك وإلى جميع مشاهدينا أينما كانوا داخل وخارج أرض الوطن. شكيب كنحيوك أخ شكيب، تحية عالية كنبعثها لك من مدينة الجديدة، أنت والأقارب والعائلة وجميع الأصدقاء ديالك وكل من كيتابع معنا هذا المباشر. فتحية عطرة لك شكيب سلطان، نحييك ونحيي أسرة ديالك الكريمة والعائلة وكل ساكنة مدينة الدار البيضاء، تحية عطرة نحييك ونبعثها إليك من مدينة الجديدة عاصمة دكالة. والكل يعني البارح كان فرحان بمدينة الجديدة وبباقي مدن المملكة المغربية، فكنحييو كل من كيتابعنا، كل من كيشاهد هذا المباشر، وحنا جد سعداء. المنتخب الوطني المغربي النسوي يحقق إنجاز غير مسبوق بالتأهل ديالو للمقابلة النهائية لكأس أمم إفريقيا، وأيضا التأهل إلى نهائيات كأس العالم، وهذه إنجازات غير مسبوقة بالنسبة لكرة القدم المغربية النسوية.
فكتأكد بالملموس بأن كاين عمل كبير كتقوم به الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والمسؤولين المغاربة لتطوير كرة القدم النسوية بإحداث بطولة قوية، بطولات ديال الفئات الصغرى، بتوفير بنية تحتية من مستوى جيد، بتكوين المدربين ومدربات، وشنا الدورة التكوينية يوم أمس بمدينة الجديدة العدد الكبير ديال البنات اللي مشاركين باش يحصلوا على شهادة التدريب كمدربات. فتحية عطرة إلى جميع الجمهور المغربي اللي حضروا لساند المنتخب الوطني المغربي وعلى هذا الرقم القياسي الجديد. فكنحييو يعني كل مشاهدينا أينما كانوا داخل وخارج أرض الوطن، برافو المغاربة، رقم قياسي جديد يحطمه الجمهور المغربي في ماتش نصف نهائي كأس الكان بين لبؤات الأطلس ومنتخب نيجيريا العتيد بمركب الأمير مولاي عبد الله بالرباط. والكل كيعرف القوة الضاربة ديال المنتخب النيجيري، المنتخب النيجيري اللي تسيد يعني المنافسات الإفريقية إلى وقت قريب، ومن المنتخبات القوية، المنتخبات المرعبة، المنتخبات اللي دائما تخلق الحدث. ولكن اللاعبات ديال المنتخب الوطني المغربي فهما دائما في الموعد، والجمهور اللي حطم رقم قياسي، فاللاعب رقم 12 يعني كان في الموعد وكان في المستوى الكبير، المستوى العالي جدا اللي شناه. ملاك المدني تحية عطرة نبعثها إليك من مدينة الجديدة، فأغلى التحية كنبعثها لك ومن المشاهدين وفية دائما حاضرة في جميع أي مباشر ديال شوف تيفي، وإلا كنلقاو ملاك المدني حاضرة. تحية عطرة للأخت ملاك المدني وصباح الخير. فكنحيو جميع مشاهدينا أينما كانوا داخل وخارج أرض الوطن، وكنهنيو الجمهور المغربي اللي حضر بكثافة واللي كان يعني سند قوي للعناصر أو اللاعبات ديال المنتخب الوطني المغربي. فتحية عطرة نبعثها إلى جميع الجماهير سواء اللي تابعوا المقابلة من داخل الملعب أو اللي كانوا يعني كيتابعوا من خارج الملعب. فأغلى التحية كنبعثها لكم وكنوجه لكم يعني تحية عطرة وتهنئة بمناسبة تأهل المنتخب الوطني المغربي إلى المقابلة النهائية اللي غتجمعوا بمنتخب جنوب إفريقيا. منتخب جنوب إفريقيا ماشي حتى هو منتخب سهل، ماشي من المنتخبات السهلة، منتخب صعيب. والوصول ديالو لهاد المقابلة فما جاش صدفة، جا بعمل كبير بمجهود ديال اللاعبات ديالو، وبالتالي فيعني مقابلة ما غاديش تكون سهلة. ونتمنوا إن شاء الله المنتخب الوطني المغربي يحقق نتيجة جد جد جد, جد إيجابية. فأغلى التحية كنبعثوها الجمهور الغفير اللي حضر لمساندة المنتخب الوطني ولمتابعة المنتخب الوطني في هذه المقابلة. وكنتمناو إن شاء الله يعني هو دائما غادي يحضر في المقابلة النهائية وغيكون في عدد كبير أيضا لمساندة والدفع باللاعبات ديال المنتخب الوطني المغربي للفوز بهذه الكأس الغالية، الكأس القارية اللي غتدخل الخزينة ديال كرة القدم الوطنية. فأغلى التحية كنبعثوها جميع مكونات المنتخب الوطني المغربي النسوي لمنتخب الوطني للسيدات بما فيهم اللاعبات، الأطقم التقنية الإدارية والطبية، حتى الشارج ماتيريال، سائق الحافلة، كل من عنده علاقة بالمنتخب الوطني المغربي النسوي. وأيضا كنهنئوا الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم على هذا الانجاز وعلى المجهود الكبير اللي كتقوم به، كما كنهنئوا الجمهور ديالنا، الجمهور العريض اللي كان في مستوى الحدث، كان في مستوى هذا الانجاز ودفع اللاعبات ديال المنتخب الوطني المغربي لتحقيق نتيجه هامه وهي التاهل الى نهائي كاس افريقيا، وايضا الوصول الى نهائيات يعني كاس العالم. فاغلى التحيه لجميع مكونات كرة القدم النسوية المغربية. مبقى لنا مشاهدينا إلا نودعكم على أمل لقاء بكم إن شاء الله في مباشر آخر، دمتم في رعاية الله، وإلى اللقاء مشاهدينا مشاهدي قناة شوف تيفي قناة الشعب.